بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. الملاحظ مثلا التوانسة بعض منهم الحمد لله مش عامة، المصيبة دي مش عامة، بل ولو تكون دكتور وألمعي ومشهور في الجراحة ولا في أي شيء من شؤون الطب، وليت ريت ما عاش عندك قوت كما تحب أنت، وليت تفكر باش تنسى ما قدمه لك شعبك من أموال باش تواصل تعليمك حتى تصل للقمة، تنال شهادات من تعاونك في الشهرة. رغم تلك الشهرة العالية التي لا غبار عليها، وليت تشكو من قلة الذات وقلة ذات البين، ففكرت باش تطور كل تذكرك لما صنعه شعبك لك لكي تولي مرموق، ومشيت تخدم في أعداء الأمة هناني بناني ما غير ما صرفوا عليك وما أطروك وما علموك كذا، جيتم صاحب ولا خبرة وصاحب دراية علمية ومهارة جراحية ومهارة نفسية وما جرى. شكون وصل الطبيب هذا باش يعمل لك، ولا المحامي ولا المهندس، شكون وصل؟ مش ما خلبه كما تقول انت هذا يعني الشعب في امر بورقيبه، يحيى بورقيبه، بورقيبه ما كيفو حد، مدى الحياه يعني كل شيء عملته لبورقيبه، وقت اللي هو عموما يعرف عند التحليل اللي هو اكبر اعداء امه تونس اللي اصبحت لا تونس او تكاد ولا فايده في تطويل في هذا المجال. ما عليكم كان تراجعوا روحكم وتجمعوا بعضكم على كلمه واحده تقول يا ربنا قد غفلنا وقد منا رفعنا شأن اعدائك من الى عينان السماء، فاغفر لنا يا رب الارض والسماء.